بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اهلا وسهلا بكم في محاضره جديده من محاضرات تطبيقات الحاسب الالي في المساحه. النهارده ان شاء الله هنشوف مثال لكيفيه قراءه ملفات او فايل بروسيسنج باستخدام السي شارب. طبعا احنا هنا يعني بنحاول احنا نحط مثال يعني مثال فعلي، فبالتالي تعالى نشوف هنبتدي ازاي. الحقيقه اول اختبار احنا عاوزين نعمله او اول حاجه احنا عاوزين نفهمها هو كيفيه عمل تشيك على ان فايل اكزيست او لا، يعني هل في ملف موجود ولا لا. يمكن انا هنا دلوقتي عندي هنا مثلا مثال، هنا عندي في السي كان عندي ملف كان فيه احداثيات معينه او يعني كان فيه معلومات معينه، كانت عباره عن رو كولوم بتاع صوره رقميه صف وعمود يعني، والناحية التانية كانت اكس واي بتاعت خريطة. كنت بحاول اعمل عملية ريجستريشن باستخدام الارتفيشال انتليجنس، مش مهم يعني. المهم احنا عندي ملف مكتوب والملف ده اسمه example.txt، فانا عاوز اعمل عليه اختبار هل هو موجود ولا لا. تعال نشوف. هاجي في ملف الكورس بتاعي اللي احنا كنا عاملينه، هكتب هنا مثلا هنسميه فايل اكزيست. قبل ما انسى برضو نقطة مهمة جدا، ما تغيرش امتداد الملف في الاول، يعني ما تخليهوش دوت سي شارب او دوت سي اس، وهقول لك ليه دلوقتي. لان احنا الحقيقة كل مرة بنغيره وبعدين بنتعب قوي في حتة ان احنا بنكتب الكود، خاصة لما يجي الكومبايلر يقرا الكود بتاعنا، فبالتالي احنا عاوزين نعرف الصف والعمود. ده مش هيحصل الا اذا كنت سبته تي اكس تي زي ما هو. المهم انا هنا هسمي البرنامج بتاعي، هسميه فايل exist. نصيحة ما تسيبش مسافة بينهم، يعني بعض الكمبيلرات او في اسميه فايل اكس خلاص exist يعني خلاص. ما تغيرش امتداد دلوقتي، يعني مش عاوزين نقول ان احيانا تغيير الامتداد بيغير في النوع، خاصة لما يكون يعني انت مسطب الفيديو استوديو عندك، انك انت هتدوس عليه دبل كليك هتلاقيه يتقلب او يعني يتفتح عن طريق الفيجوال ستوديو مش عن طريق النوت باد. فتعالى هنشوف ازاي. وزانا زي ما قلت لك يفضل انك انت تحط الرو كولوم اهو فيو ستاتس بار، هنا هيبان لك اللاين والكولوم. ده عشان الكومبايلر بيجي يقول لك الغلط في الصف الفلاني وفي العمود الفلاني، يبقى انا ما اقعدش اعد، اقرا هنا الرقم ده وانا ماشي بالكرسر لحد ما ايه شايف كده. انا دلوقتي كده في ايه، في لاين 2 شايف، وهكذا وهكذا لاين 3. اذا كده انا بعرف الغلط فين، لان هو الكومبايلر بعد في القصه ديت بيحدد لك الصف والعمود. تعال نشوف في الاول. طبعا انا زي ما قلت لك هنكتب الريفرنسز بتاعتي، يبقى يوزنج سيستم سيموكولون يوزنج سيستم، ممكن نقول دوت. احنا عايزين نشتغل يا جماعه بالكوليكشنز بتاعت الجينريك، يبقى هقول كوليكشن قصدي الجينريك بتاع يعني بتاع كوليكشن، فانا هقول دوت كوليكشن. ده جروب اللي انا هشتغل عليه، دوت جينريك بعد كده سيموكولون. خلي بالك ان يعني السطر ده بيخليني اقدر اتمكن من اشتغل على فكره في برضه كوليكشنز حاجات كتير، احنا دلوقتي عاوزين منها الجينريك بس على اساس ان اقدر اعمل عمليه استحداث لاي كوليكشن موجود. طبعا الكوليكشن قد يشمل تكست، قد يشمل صور، قد يشمل كنترولز، حاجات كتير جدا. اللي بعد كده يوزنج، انا دلوقتي اشتغل بيه يا جماعه، اشتغل على ملفات، يبقى ده ملفات انا هدخل واطلع والكلام ده كله، فلازم اشتغل دوت اي او اللي هو انبوت اوتبوت. الحاجه الثانيه برضو انا في حاجه اسمها اللينك. الحقيقه اللينك ديت مجموعه مكتبات جوه الدوت نت بتمكنني ان انا اقدر
اشتغل بكود جاهز، اشتغل بكود جاهز. المهم الخلاصة يعني خلينا نقول ان اللينك ده هيساعدني في عملية البحث في الدرايفرز، يعني اسف الدرايفز والكلام ده كله. فانا هشتغل برضو اشتغل باللينك، يبقى يوزنج سيستم المرة دي دوت لينك. برضو اللينك زي ما انا قلت لك بيبقى مفيد في حالات كتير جدا لما اكون هشتغل على حاجات تخص الويندوز. خلاص طبعا هكتب سيمو كولون كده، كتبت اللينك. برضو انا هشتغل على حاجات تكست، يبقى يوزنج سيستم دوت تكست. ممكن كمان اعمل عمل يعني ان انا اعمل هاندلنج للهاردوير. على فكره ممكن انت تكتب برنامج، البرنامج اللي احنا عاملينه ده ممكن تكتبه من غير ما تكتب السطور دي على فكره، ويشتغل. ممكن ما يشتغلش باللينك، ما يشتغلش بالتكست، براحتك. انما في حاجات لحاجات ضروريه لو انت عاوز تجرب، ممكن تبقى تحذف سطر من دول وتشوف البرنامج هيشتغل ولا لا، دي حاجه بتاعتك انت بقى. انما احنا لازم نشتغل بالطريقه الستاندرد. الثريدنج معناها تهيئه الريسورسز بتاعت الهاردوير بما يخدم السوفت وير. خلاص، او احيانا بيبقى العكس، احيانا بيبقى السوفت وير هو اللي بيعمل هاندلنج للهاردوير. حسب، في بعض السوفت ويرز مثلا بتحتاج ان هي مثلا مساحات ميمورو معينه، سواء كان في الرامات، سواء كان في الهارد ديسك، سواء حاجات زي كده. بعضها كمان ممكن يفترض شكل معين للشاشه، ريزوليوشن بتاع حاجات زي كده. فهنا السوفت وير هو اللي هيتحكم في الهارد وير عشان هو يشتغل كويس، السوفت وير يشتغل كويس. احيانا العكس، احيانا ممكن تلاقي السوفت وير هو اللي بيهيئ الهاردوير عشان الهاردوير يشتغل كويس. عاوز مثال لده؟ الحقيقه مثال لده زي الدرايفرز بتاع كارت الشاشه او درايفرز بتاعت اي هاردوير. الدرايفرز سوفت وير معمول عشان يهيئ الهاردوير انه يشتغل كويس. اعتقد المثال واضح. اوكي كده انت عرفت الفرق ما بين يعني الفرق ما بين الحالتين. يبقى اذا الثريدنج هو اللي هيمكنني من القصه دي. فانا هقول له يوزنج برضو سيستم دوت ثريدنج. يعني اذا انت يعني مش مستوعبها دلوقتي، اعتقد في المستقبل يعني اللي هيتعمق منكم اكتر هيعرف ان الكلام ده مؤثر جامد جدا، خاصة في حالة البرامج مثلا اللي هي بتعتمد على الهاردوير بشكل معين. دوت تاسكس، نعاوز تاسكات معينة بتاعت ثريدنج. طيب بعد كده هعمل نيم سبيس، هعمل نيم سبيس بقول له ايه؟ ها نيم سبيس هسميه مثلا ديمو، او ممكن اسميه فايل اكزيست فايل او فايل اي اكس. اوكي ماشي خلاص. بعد كده هفتح بقى، هفتح نيم سبيس. فتحت نيم سبيس وبعدين هعمل كلاس ممكن نسميه مثلا تاتوريال، وطبعا بعد كده هفتح الكلاس بتاعتي. هعمل جوه الكلاس طبعا المين فانكشن بتاعتي، ممكن تخليها بابليك براحتك لو انت مش محتاج، ممكن تخليها ستاتيك على طول، بلاش بابليك ستاتيك، براحتك. static void ملهاش return، وطبعا هي المين فانكشن اللي هتعمل درايفنج للابلكيشن بتاعي. هل لها argument؟ انا هتعامل مع ملفات، وملفات لها اسامي، يبقى اكيد string. ها البني ادم هيدخل او اليوزر هيشتغل انه هيدخل اسماء ملفات مثلا، مش كده؟
يبقى string args. هقفل القوس بتاعي كده، انا عرفت الفانكشن بتاعتي ليها argument نوعها ايه. فتحت الفانكشن بتاعتي اهو. بعد ما فتحت الفانكشن بتاعتي هقول مثلا ان عاوز اروح ادور على ملف معين في مسار معين، فهسميه string path. خلي بالكم string اقولها كابيتال هنا، string path يعني مسار، واكتب المسار بالمره يساوي الباث. طبعا ده متغير، ممكن نقول هنا زي ما قلت لك على حسب المتغير، حسب ال حسب الكومبايلر بتاعك. ممكن اسيب مسافه هنا كمان واقول له ات، نقول مثلا احنا قلنا على السي، ممكن على فكره يعني تروح تاخده كوبي بيست براحتك. هقول له سي اللي هو الدرايف اللي اسمه سي، نقطتين شرطه مايله، الملف هنسميه اكزامبل دوت تي اكس تي. وبعدين طبعا ده فعل، فبالتالي لازم اعمل سيمي كولون. طب وبعدين هقول له اذا انت لقيته طلع لي رساله يا سيدي. انا بقول له اف، افتح قوس. دايما الاف عندنا هتفتح قوس هنا، معلش افتكر ان في مسافه. اف افتح قوس فايل دوت اكزيست. فايل دوت اكزيستس، خلي بالك ان فيها اس معايا. بعد كده هفتح قوس، طب هيبقى موجود فين؟ يبقى تحدد له الباث اللي هو المتغير اللي احنا قلنا عليه، اما تكتب المسار كله جوه هنا من غير ما تعمل متغير اساسا. يعني انا كان ممكن اكتب هنا المسار كله ده، كله ده اكتبه هنا بدل كلمه باث، براحتك. طيب وبعدين اف هيعمل ايه؟ افتح جمله اف هي الثانيه لها قوس. ايه القوس بتاع اف؟ هقول له يعمل ايه بقى. طيب هتعمل ايه سيادتك؟ ده القوس بتاع اف. هقول له كونسول افتكر، ممكن سيستم دوت كونسول براحتك، بس افتكر ان كونسول طول ما انا كاتب يوزنج يبقى مش محتاج سيستم دوت كونسول. يبقى هنا هو كونسول دوت مثلا نقول رايت لاين، واقول له طلع لي رساله. ايه هي الرساله؟ هتقول له فايل exists. خلاص دي الرساله اللي عايزين نطلعها. راجع معايا اول قوس، هقفل قوس الاف، خلصنا. بعديه قوس بتاعت الفانكشن، بعديها قوس الكلاس، بعديها قوس النيم سبيس. وبكده بقى انا ايه؟ خلصت. في نقطة مهمة جدا، هو بعد الكونسول ما يكتب كده البرنامج هيقفل على طول. طب وبعدين؟ بعد ما الكلمة دي ممكن اقول كونسول دوت ريد، او مثلا يعني ريد كي مثلا، هقول له كونسول دوت ريد او ريد كي. خلينا احنا دلوقتي في ريد كي. ريد كي عشان يعني معناها اي مفتاح هو هيدوس عليه هو اللي هيقفل البرنامج. ممكن اقول له ريتيرن، احنا خدنا الكلام ده قبل كده على فكره، اذا كان كنت عاوز يرجع ويكمل براحتنا. طيب هو هيدخل اي حاجه يبقى اسيبها له فاضيه، وبعد كده سيمو كولون. خلاص كده احنا فهمنا القصه ماشيه ازاي. هقفل. لاحظ ان هنا اللاين والكولوم سيبها زي ما هي طول ما انت شغال بالنوت باد، ماشي. هنا دلوقتي هقفل، ودلوقتي اتغير الامتداد بتاعه خليه سي شارب دوت سي اس. يلا ادي الكوماند بتاعي، كان ممكن افتحه من بره بس انا قلت عشان بعض الناس بتوه اهو. وهقول له سي اس سي
مسافة واقوم اسحب الملف بتاعي اللي انا عاوزه وانتر، والله كان سليم مش هيطلع فيه خطر. في في هل في حاجة غلط؟ اقرا بقى. هنا بيقول لك في عندنا مشكلة. سي شارب يقول لك كورس ماشي، ده الملف بتاعنا 1425 خطأ اكسبكتد. ده احنا هنا في عندنا حاجة ناقصة. المسار، هو المسار قد يكون ناقص. لا بس نشوف السطر كام، 1425. اعمل ايه؟ افتح اهو، هو بيقول 14. اول حاجة 14، اقرا هنا دلوقتي لاين كام؟ ادي واحد، عد معايا اهو، هنزل لحد لما اللاين كلمة لاين تبقى اربعة اهو 14 هنا. ماله 14؟ 14 وكام؟ تعال نشوف 14 وكام. هو بيقول 14 و25. طيب فين 25؟ طبعا زي ما انا قلت لك هو بيتكلم على 25. هنا في قوس ناقص، الباث اتقفلت، انما القوس بتاع الاف ما اتقفلش. صراحة انا كنت متعمد برضو عشان خاطر تعرف موضوع اللاين، لان لو كده كان هيطلع سليم. طبعا الكلام ده مكتوب قبل كده في كتب، بس زي ما قلت لك انا حبيت اعملها كده عشان تبقى عارف يعني ايه كلمه لاين وكولوم. نقفل ومش هعمل، مش هتعب خالص عشان هدوس على اف 1 كده. هو عمل الاكس بتاعي، ممكن دبل كليك او ان انا اعمله رن من هنا اللي انت عاوزه. انا افضل نعمل رن من هناك. احنا كنا زي ما قلت لك موجود في اليوزرز هنا اهو، اسمه فايل اكزيست، او اسمه اسف اسمه اسمه فايل اهو، فايل اي اكس، دبل كليك فايل اكزيست موجود. طبعا دي الرساله اللي احنا ايه قلنا عليها اللي هي اكزامبل دوت تي اكس تي. طبعا ده حسب المسار بتاعي. طب لو انا رحت خدت الملف من هناك المفروض مش هيطلع حاجه زي ما انا قلت لك اهو، كت وهنا بيست، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ وهعمل رن تاني اهو، هاجي هعمل رن من هنا اهو، اوبس مفيش حاجه طلعت. شفت؟ يبقى كده برنامج شغال صح، مفيش ملف اصلا. خلاص هرجع الملف تاني، هقول له كنترول زد. المفروض طبعا كنترول زد يروح رجعه تاني مكانه اهو، رجعه تاني مكانه. هرجع للبرنامج بتاعي اهو. طبعا كده انا دلوقتي اتاكدت ان الملف بتاعي موجود، ومرايح في اليوزرز دبل كليك على البرنامج بتاعي موجود فايل اكزيست. طيب كده انت عرفت ازاي تعمل تشيك على ان الملف موجود او لا. طيب ايه رايك بقى لو ان احنا نقرا الملف اساسا؟ ايه رايك لو احنا نقرا الملف؟ يعني مش ان احنا كمان نختبره ويطلع الرساله فايل اكزيست ومعلش اقرا لي اللي جواه. يبقى انا دلوقتي هتعلم كيفيه الريد، ريد محتويات الملف. اكتب عندك دي النقطه اللي بعد كده، اللي هو كيفيه معرفه قراءه محتويات الملف. تعال نشوف ازاي نقرا اللي جوه الملف. اللي جوه الملف يا جماعه اهو، ادي الحاجات اللي جوه الملف زي ما قلت لك، تريننج داتا، مش عارف فاليديشن داتا، مش عارف ايه الكلام ده كله. طبعا ممكن تبقى ملف احداثيات، ممكن تبقى اي حاجه من الكلام ده. طيب هاجي انا في ملف الكورس بتاعي ومعامل اعدل شويه في الملف الكود بتاعي. مش ان انا كمان اكتب له كونسول دوت رايت لاين، انا ممكن كمان ازود، ممكن اخليه يقرا محتوى الملف. طبعا زي ما انا قلت لك يعني مش ان الملف موجود، انما انا قلت لك ممكن اقرا محتوى الملف، غير ان هو هيطلع رساله. فانا هقول له مثلا ليكن انا قلت لك ان احنا دلوقتي هنعمل ريد لاين، وزي ما قلت لك ممكن كمان اعرض محتوياته بالمره. يبقى فايل اكزيست، وبعدين بعد ما انا معرض محتوياته هعرف متغير
مثلا هسميه لاينز، وده هيبقى اري. يبقى هكتب ايه؟ ها string، وده هيبقى array. array يعني ايه يا جماعة؟ يعني متغير ذو ابعاد. وهسميه ايه يا جماعة؟ هسميه مثلا lines، سطور الملف اللي جوه. خلاص lines. كده هقوله lines هيساوي ايه بقى؟ يساوي اللي جوه الملف. شوف ركز معايا، فايل دوت ريد لاينز، ده اوبريتور بيخليني اقرا محتويات اي ملف. ريد لو ريد، وعلى فكره هي اساسا ريد اول لاينز، ريد اول اول كل كلمه كابيتال لاينز، ريد اول لاينز. خلي بالكم ده ممكن احدد سطور معينه تتقري، اتفقنا؟ ممكن احدد سطور معينه. بالمناسبه ده هنا ينفع يبقى باينري او ممكن يبقى اسكي. المهم ريد لاينز، وهقول له انهي ملف اللي اسمه باث. يا سلام، ده كده بقى ايه؟ هقرا كل محتويات الملف اذا كان موجود. تركز معايا، انا مجرد ان انا ضفت في البرنامج الحته دي. طب وبعد ان شاء الله ما يقرا لنا الكلام ده؟ طب انا عاوز اطبع. ما عاوز تطبع اول سطرين مثلا؟ ماشي، ممكن نقول مثلا نطبع اول سطرين معايا. خلينا نقول ان طبعا انت ممكن، يعني خلينا نقول نطبع اول سطرين، مش هتفرق خالص. ممكن نطبع اول سطرين، او ممكن كمان تطبع كله يعني انت براحتك. طيب خلاص، اذا كنا احنا عاوزين نخلي مثلا يعني نطبع مثلا اول حاجتين في الاري ده، عاوز على اساس انك انت ايه، او تطبعهم كلهم يا جماعه مش فارقه كتير. هقول له كونسول دوت رايت لاين، افتح قوس لاينز. طبعا خلي بالك هنا احنا قلنا ان انا عندي سيميكولونز، طبعا كلها لازم تتحط. طيب الوضع الحالي ان انا، وعلى فكره ممكن اطبع هنا مثلا لاينز دوت زي لاينز زيرو. طب نخلي مره كده ومره كده، معلش عشان برضو ايه ما حدش مننا يتوه او يتعب. هنا هقول له اطبع لي اول سطرين يا سيدي، اول ثلاثه اللي انت عاوزه، بس عشان ما حدش يبقى احنا برضو ايه اتعلمنا المهارة دي. خلاص ان احنا لو احنا ما اتعلمناهاش هتبقى عدت علينا. مثلا الاول والتاني والتالت، اي حاجه يا سيدي اي حاجه. بس خلي بالك هيدي ايرور لو السطر ما فيهوش غير واحد، غير مثلا سطر واحد، يبقى هيديك ايرور عشان تبقى فاهم. لازم تعمل كاتش او اسف، لازم تعمل ايه تراي وكاتش. بس يعني هنشوف، ممكن كمان تعرض يعني اول ثلاث سطور هيدي ايرور لو انك انت الاري بتاعك ما فيهوش العدد ده، واقفل في ايرور زي ما قلت لك، هو هيقول لنا فين سطر. نرجع تاني للكونسول، للاسف ان احنا يعني قفلناه. كان ممكن نكتب اف 1 على طول على فكره. سي اس سي مسافه ومساحه بالملف بتاعي، والله ملف موجود هيكتب اللي فيه. ماشي، هقول له ايه، نروح هناك نعمل دبل كليك نفتح، او ممكن ننفذه من هنا اللي انت عاوزه. نروح هناك وندوس دبل كليك على ملفي، طبعا الملف اتغير دلوقتي، انا دلوقتي عملت له كومبيليشن من جديد. فايل اكزيست راح طابع لي اول سطرين من الملف، تريننج داتا ومش عارف ايه الكلام ده كله. خلاص خلي الكونسول مفتوح، يعني اذا كنت عاوز على اساس نكتب اف 1. ايه رايك لو اطبع كل المحتويات؟ طب ما تيجي نفتح نطبع كل المحتويات. تعال اهو هطبع كل المحتوى بتاع الملف.
عشان تطبع محتوى ملف جاست انك تكتب كلمة لاينز بس كده. احنا النهاردة اعتقد اتعلمت ازاي لحد دلوقتي. انا همسح الباقي ده كله. هقفل جاست اف 1 زي ما انا كده لان لسه هو مفتوح اهو. اف 1 اف 1 على اساس انه هيعمل كومبايليشن. ما عنديش اي مشكله اروح انفذه من نفس المكان اللي انا فاتحه اهو. في عندنا مشكله، هو طبع دي فايل اكزيست سترينج دوت سيستم. هو طبعا المفروض ان هو كان يكتب محتويات الملف، فطبعا ده كده هو عمل ارتكب غلط. وتعالى نشوف ايه الغلط اللي عندنا. الغلط اللي عندنا هو ان احنا ما اشتغلناش على الفانكشن التانية. احنا كنا شغالين read all lines. هنا هو بيتعامل مع سطر سطر. لو انت عاوز تقول له write، طول ما انت بشتغل ب all lines لازم تحدد السطر. يا دي المصيبة. طب احنا عاوزين نقرأ المحتوى الملف كله، بدل read all lines الصراحة انك انت هتخليها read all text. طب ليه كده؟ هو كده طالما انك انت هتشتغل على كلمة كلمة، يعني محتوى الملف كلمة كلمة، يبقى هنا بدل كلمة lines لا text. lines يبقى هتشتغل على سطر سطر، يبقى هنا هقول له read all text يعني اقرأ كل الكلام اللي جوه الملف. طبعا تعال نشوف الفرق بينهم. هنشوف الفرق بين الحاجتين دول اهو. وهنا هقول له اف 1 زي ما انا في عندنا مشكله في السطر سترينج. هنا هو بيقول لك السطر 18 وتلاتة. طبعاً هو السطر اللي احنا كنا فيه، سطر 18 وتلاتة فيه مشكلة. هو السطر 18 وتلاتة ادي يا سيدي سطر 18 اهو. هنا هو بيقول لك انك انت عندك غلطة، والغلطة بتاعتك cannot implicitly convert. هنا في عندنا مشكلة. المشكلة تكمن في الآتي، في ان السترنج اللي سيادتك معرفه على انه array، وريد تكست ما بتتعاملش مع array. بس كده هو عالج المشكلة. لازم اعمل كومبايليشن من جديد ونشوف اذا كان في غلط ولا لا. ما عندكش اي مشكلة، مفيش غلط طلع، اروح انفذ الاكس اي. الاسلوب التعليمي غير اسلوب البرمجة. البرمجة اعرف اخش على طول على الصح. الاسلوب التعليمي لازم سيادتك تتبع اللي انا بعمله دلوقتي. ده محتوى الملف اللي احنا طبعناه. كده سيادتك عرفت ازاي تقرا ملف، عرفت ازاي قصدي تعرف اذا كان ملف موجود ولا لا، عرفت ازاي تقرا سطر سطر في الملف، عرفت ازاي تعمل قراءة وسرد لمحتويات الملف كلمة كلمة. ممكن كمان دلوقتي نتعلم ازاي نمسح الملف. ازاي نتعلم نمسح الملف؟ يعني اذا كنا عاوزين احنا ممكن ناخد نسخة من ده على اساس بس نخلي هنسميه فايل ديليت. اوعى تمسح حاجة مهمة احسن تبقى مشكلة بالنسبة لنا. فهناخد من ده نسخة كوبي، وهنا سميه بيست اهو. هسمي ده فايل ديليت او ديليت اي حاجة. هسمي ديليت فايل او ديل دي اي ال. بس زودت عليه الحتة دي بس. الديل هعمل فيه ايه؟ اذا كان الملف موجود هنا بدل كلمة سرينج وكلام، مش عاوز اقرا محتوياته بقى. انا ممكن ان انا امسح
الملف، مفيش اي حاجه، هكتب كلمه فايل، مفيش اسهل من كده، دوت ديليت. طبعا زي ما قلت لك هيحدد المسار بتاعه. مفيش اي حاجه خالص، عاوز تطلع رساله ان الفايل اتمسح براحتك خلاص. وتعالى نشوف كده، هو يمسح الملف الموجود على السي على فكره. الصراحه ممكن تحصل تحصل مشكله، المشكله هتكمن فين؟ في الانتي فيروس، او لو انت عندك انتي فيروس قوي ولا حاجه، في حاجات بتمنع انك تكتب على السي. اغير مكانه بقى، هو اخليه على الدي، خليه على اي حاجه براحتك. انا هجرب اللي عندي ونشوف اللي يحصل. هنا انا هنا بعمل ملف القديم، هنا كان في كلمه دل لو انت فاكر، دل كذا، ماشي انتر، ما عنديش مشكله، اروح انفذه اللي هو ديليت في المكان بتاعنا. فين ديليت؟ اهو مسحه خلاص. طبعا ده لاننا الادمن. نروح نشوف على السي هل مسح ولا لا. مسحه، نحطه تاني يعني براحتكم. بس على فكره على السي لازم تسحبه سحب. يعني هنا مثلا عندي هو ملف اسمه كالك، يعني واخد تسحبه سحب كده، ما ينفعش كوبي بيست. يعني لو انا دلوقتي عملت كوبي بيست مش هيشوفه، مش هيشوفه. بصوا ادي الملف اهو، ادي مثلا نقول ملف اللي اسمه اي واحد ليكن ده مثلا كوبي. هنا هقول له بيست، ممكن ما يقبلش، مش هيبان اهو، انت فيروس منعه. انما تسحبه سحب يقبله، عشان انت الادمن، يضمن انك انت الادمن اهو موجود. هغير بس اسم الملف اخليه كالك، طبعا ده اي ملف يعني موجود هنا. خلاص طبعا انت لازم تغير مسار الملف اللي سيادتك كنت كاتبه هنا وتسميه مثلا كالك على سي، وهنا سميه كالك دوت سي شارب. دوت سي اس كده هو هيمسح. بالمناسبه بعض الفيروسات بتعمل كده، تقعد تمسح لك حاجه او تغير امتدادها. على فكره ممكن تعمل فايل رينيمينج، بس احنا مش يعني مش عايزين نخش في القصه دي دلوقتي. وتعالوا نشوف اف 1 طبعا. وبعد كده اروح انفذ البرنامج بتاعي. مسحه، تعال نشوف مسح خلاص. كان معكم دكتور احمد سر عبد الحميد، هندسه المطريه جامعه حلوان، شكرا على المتابعه.